المجتمعات الإسلامية مرة ناكو أي حاجة في قاد يا رحم سيدي ربي المؤمنين اللان يقذ تقوذنا ربي اللان يقذ القرن سيدي ربي ذي الخطر نسل اللان يقذ أخذ دمنين العايم يعني تقوذن اللان أدريك ولكن ذي القيل لان والزميرة دنيني والزميرة نكران شتاقين ذخر الكثرة يقيم ساكيد وتفنرة وتفنرة ويقيم أنت ظلا أنت صوزوم أنت حجوم ويقين خدي بثنو ونغفل لك في اللاس الكامل ولكن سقسيان سين الجيراني قاعدين سقسيان قال الوالدين الدريا ما عاديين سقسيان داخل الشرع يعني ما عاديين غاشي ذكو كراسل داخل الجوامع ونمني عرام ونتوي غاشي ونغنس داخل الجوامع اتسمي روين قواس العيد باش هذا مغفر اتسمي روين داخل الجامع وكذا نضحك الائمه نذكر بشي خير نذكر بشي خير سوا شو باش ثلاث اثنشيم ثنشيم تلقى دفان ديال العامل النا تاكينا انشتاكيون وزميرانا العبد العبد ثينكا الاسلام ذي المعاملات الدين المعامله اكيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الفعايل المره اوك اوني هاركمي وتسيقنا راه اما كاف النسعه السادي العصرنا ما ذي كتاب ما ذي خداع ما تسكر ذا ثكر ذا ذي ميزان ثكر ذا ذي السعه الغش ذي الفيع والشران الغش ذي اما ذي الميزان واما ذي السومه واما ذي النوعيه مع المذي خنا اخذ دميس اخذ دميس ذي خنا مع المينس اللي كتب خلف الوعد نذكر الوالدين ديالنا غير نغون عادي ريسن معنا قوس الوقت تزال ثر نحاك هذا الزال اذا الف قويا غدا انشتاكي اثي دنيار اثي دنيار اثي دنيار على خطر موضوع حساس نفغر نغون نفغر ولكن نقا في دنينين اي نقرا في دنينا في دنينين سلاف النقطة في جين قونيت الموضوع كيف لدينا هدركة بفضل الله وبرحمته باش الإنسان هذي يظهر ماذا قلنا العبد ولا الذي نشيم ماذا قلنا ذي العبد ولا الذي أكني يبغي للدينيس كامل ما ريتش ما قايل الفعيلة جين خدمتن إنشيم وذي عايثن لا خدمتن إنشيم هذي يعقي باللغة الإسلامي فرى ذيك سن ذن سكنتني خدمان ولكن ذن استعيرا وتشويها الصورة للإسلام كا والعذي لن تزخي للإسلام ذين شي مو يخدمي ثنو بيجي إلى قذي ثوف غرسي ربي إلى قذي ديو غارق في لذة ثيفة ذي حي ثبورت التوبة دائما ثلين غرسي ربي حاشا ماذا قلنا يقضد ملك الموت ذي خضر روحني بفيسي من التوبة ذي كا سيدي ربي قد وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى كالذي قال سيدي ربي الجواليس إن دعفو إيه عبد الذي زين غرغوري أتو خرض في البلاد يخدم ذاك وتندم دائما الصح قولي اسفال فينك اللي تخدم وتعهد سيدي ربي تسوغي ضرر غرس وما ذاك ليس على الحق يسعى العبد في الله الى قد استرض اما الماده اما المعنويين اي نستخدم قوين ندير الى قد استرض اصديف السماح سيدي ربي غفور رحيم ثبورتي دائما اللي يقرض ان الله يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغار غير سيدي ربي يقبل التوبه للعبد حاشا ماذا قال لك ضد الغرغراني سكرات الموت ذينا ثبورتني التوبه نذاي خلاص ذافيش تخدم بس سيدي دوني تخلص دينا الحسنات تصلي الزكاه تصوم الحج حاشا ما تغرض البعيد عن جربين جي المؤمن ديال المفلس هذا الدغر غرسك اذا تقويدي يعاود اقفي اثي فتي حي يقضي توب غير سيدي ربي الحق سبحانه وتعالى.